اما انه قبل ما تعلن الاضراب العام كانت مفاوضات وكذا ما ديروش ونخوفوهم لا علاش لانه كان زيادات في القوت ديال في الاسعار ديال في حياه المواطنين وهذه المساله كانت شامله يعني انا ما كنظنش كانت بنفس القوه والحده لانه مرتبطه ايضا خص الواحد يشوف داك الشيء هاد الزيادات خص يشوفها في علاقه بالمنظمات الدوليه واخر هادشي معروف عند الجميع البنك الدولي وكذا كانت من القوه والفظاعه وكذا انها اصابت المواطنين في عظامهم والناس خرجوا بفعل تاثير سياسي ونقابي ولكن ايضا الناس خرجوا ايضا بفعل تلقائي هذا اللي كيفسر ايضا انه العنف في مواجهه هذيك التلقائيه كان شرسا وكان قويا كانوا الناس غير كيخرجوا ملي كيشوفوا كلشي المظاهرات وداك الشيء وكانت اشكال من الانتقام للاسف الشديد انهم الناس انتقموا من عناصر ديال القوات السلطه والقوات المساعده الى اخره ولكن هذا كله كيتفسر بالحجم الكبير اللي غادي نجاوب على مشكله المصالحه باختصار انا كنظن المصالحه هو يصعب الواحد يقول بانه ما كانش مصالحه ولكن مصالحه مع من مصالحه مع من هنا كاين منظورات مختلفه الا كنا كنصوروا المصالحه مع مصالحه المواطن المغربي مع ماضيه وتاريخه وكذا الى اخره هذه القضيه يمكن نقول لكم انه يمكن كاين واحد النسبه مهمه انا ما كنعرفش العدد ديالها شحال اللي لم تعلم مطلقا بالمشكل انصاف المصالحه لم تعلم به تقديم روايتي مربع الغرباء الصادره في صيف 2023 في مركز احمد بوكماخ بدعوه كريمه من الأستاذة الشاعرة المبدعة إكرام عبدي وكان النقاش مثيرا بالنسبة إلي لأن الرواية فيما يبدو أثارت لدى الحضور جملة من الأسئلة المتصلة بالتاريخ وبالأوضاع السياسية في تجربتنا التاريخية وأيضا ببعض القضايا يعني المبتوتة في الرواية ومن تلك القضايا مسألة العدالة الانتقالية في علاقتها بالمصالحة مصالحة المواطن المغربي مع نفسه وماضيه وتاريخه إلى آخره كان النقاش في تقديري الخاص إيجابيا مثمرا أثار الكثير من العلامات المهمة بالنسبة إلي سوف أسعى للاستفادة منها وإعادة التفكير فيها يعني في مشروع آخر حيثما كان الشك وشك الناس اللي كيبحثوا والناس اللي داروا لجان ومشاو وكذا إلى آخره أو شك ديال الضحايا حيثما بقي الأمر غامضا منها مثلا رويسي منها مهدي بن بركه المشكل ديال هناك ملفات راه حتى الهيئه نفسها قالت تبقى كذا الى اخره فالمصالحه في هذا بهذا المعنى انه كانت هناك مصالحه طبعا يمكن يقول الواحد بانها كانت فوقيه سريعه عابره مست فئات من النخب استفادت منها ممكن ولكن هذا الشيء هذا كله يمكن اعتبره انا شخصيا تاويل سياسي فين كاين المشكل؟ المشكل هو انه مدى المصالحه في القانون الدولي وفي العداله الانتقاليه يعني خصو محدود في الزمن والاليات التي وقع الاشتغال بها والوسائل والاختيار السياسي او الحقوقي او غيره يعني كانت كتطلب واحد المدى الزمني ربما اطول في حين كانت مثلا هيئة الإنصاف والمصالحة ملزمة بتقديم التقرير 2005 مركز الثقافي أحمد بوكماخ ينظم اليوم لقاء حول رواية مربع الغرباء للكاتب والمبدع عبد القادر الشاوي وهي رواية تنضوي ضمن سلسلة الروايات التي عودنا الأستاذ عبد القادر على النبش في الذاكرة
بالنسبة لي، وكذلك تنضوي ضمن سلسلة اللقاءات التي ذهب المركز الثقافي أحمد بوكمخ على تنظيمها، بدءا من لقاء الأشعري ولقاءات أخرى عديدة. وأظن بالنسبة لي هذا سيكون يعني تقليد بالنسبة لي شهري، اللقاء بمبدعين والتعريف بإصداراتهم الجديدة، حتى حقيقة نجعل الجمهور الطنجاوي على علم بآخر الإصدارات المبدعين. الكتاب ربع الغرباء هو يتناول أحداث 1981 بمدينة الدار البيضاء. هو كتاب تناول هذه الأحداث بشكل تخيلي إبداعي طبعا. هذه رواية بطبيعة الحال قدمت في إطار الأنشطة الثقافية لمركز الثقافي أحمد بوكمخ، وهي رواية ترجع بنا إلى فترة تاريخية من تاريخ المغرب والتي تسمى سنوات الرصاص، وهي تقدم قراءة لهذه الفترة من وجهة نظر الكاتب وانطلاقا من شخوص معينة عاشوا تلك الفترة أو قرأوا تلك الفترة. وبطبيعة الحال هي ليست كتابة تاريخية توثيقية بقدر ما هي كتابة تخيلية، بمعنى أن وجهة نظر الكاتب ولكن انطلاقا من الكتابة الروائية التي تعتمد على ضوابط معينة. وبالتالي سمحت هذه الكتابة نظرا لتجربة الكاتب عبد القادر الشاوي الثقافية والسياسية والدبلوماسية أيضا، سمحت له بأن يقدم لنا معلومات جديدة، معلومات أخرى مرتبطة بتاريخ المغرب وبتاريخ المصالحة التي يمكن أن تكون قد وقعت أو تكون قد لم تقع في تلك الفترة. وشكرا. خادم حفظك الله ورعاك، أنا على وصال.